أهلا بكم، سنتعرف من خلال هذا المقطع على طريقة تنظيف القرص صلب الخاص بالنظام من الملفات الزائدة من خلال برنامج سيسر. الطريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا البرنامج الجميل بالعديد من الخصائص. ما يهمنا هنا في هذه الحلقة وفي هذا المقطع هو أداة التنظيف سيستم كليمر. هذه هي الملفات التي سيقوم بتنظيفها. ننقر على Select All ثم البحث، سيتيح لنا الملفات أو حجم الملفات التي سيقوم بتنظيفها، 3 جيجا بايت، 1 جيجا بايت، وهكذا من خلال كل مجلد على حدة. ننقر مرة أخرى على Select All ثم التنظيف. ندخل هذا الرمز السري أو كلمة المرور ثم يبدأ التنظيف، وقد قام بتنظيفها حتى أتاح لنا ما يناهز 6 جيجا بايت. شكرا لكم، إلى اللقاء.